وديع، شوف لنا كده فكرة زبالة، فتح مخك معايا كنت هتحبسنا. إجابة جدي ما تنساش تسلم عليهم سلام خصوصي قوي. إيه في؟ ادفع. ادفع. إيه في؟ إيه في إيه مالك؟ مالك؟ هو وين وارم كده؟ هو إيه قفايا؟ قفاك. وارم؟ آه. وأنا أقول بعيد ليه؟ بعيد ليه؟ بقولك إيه؟ خدت حاجة من الدنيا؟ لا. خد. عندك كام؟ تلاتة. عندك كام؟ تلاتة. عندك كام؟ تلاتة. ايه؟ شعر اسود. تلاتة. تلاتة. يا حرامي. تلاتة. تلاتة. انت متأكدة؟ الحاجة يا دكتور بتقطع. الله الله الله. ايه ده؟ احنا بنعتز بنفسنا، بل بالعكس احنا بيبقى عندنا غيرة كبيرة جدا جدا جدا، وخصوصا على الحتة الافريقية او لما بنكون في الحتة الافريقية. تعال لنا واحنا نكسب لك الغلبة، كلنا ايد واحدة، كلنا مصريين. تاخد علقة هو وتبهدل، فخرج اخوه خد بطاره. سم اللي هو ابدأ يا واحد، خد حقك. فحط رجله على رقبته وراح متذكر العظمة بقى. اخويا المعلم جعفر العمدة خد لي حقي. انا بالجزمة وجعفر كان حافي. يا اخي حارس مرمى تلعب في التراجع سيد الكدف هذا. حارس هذا حارس بصراحة، يعني تقول حارس موش حارس هذا. ماتش واحد دخل فيه 35 جول ما طلعوش لغايه دلوقتي. يا عم انت ما بتشجعش ان انت جاي زار ولا ايه؟ الراجل ده جاسوس يا جماعة. سبحان الله. انا معاكم. طب الله بس الفنان دي ليه؟ ابويا ولا بنزيما ولا ميليتاو عندنا الواد بنزيكا. مش في اي وقت هتتوفر لك الحاله اللي تمد ايدك فيها. يمد ايدهم فين يا وديع؟ محدش